أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في تداولات الأمس، وقاد مؤشر ناسداك المكاسب مدعوما بصعود أسهم شركة مايكروسوفت التي لامست مستوى قياسي مرتفعا، فيما أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى دعم الأسواق. وكانت مايكروسوفت هي الشركة الأكثر ارتفاعا إذ قفزت بأكثر من 2% بعد سلسلة مذهلة من الأحداث في شركة أوبن آي أدت إلى مغادرة الرئيس التنفيذي سام ألتمان وانضمامه إلى مايكروسوفت لقيادة قسم الذكاء الصناعي الجديد، وهي خطوة يعتبرها المحللون مفاجأة جيدة بشكل عام لمايكروسوفت. كما سجلت شركة انفيديا التي تزيد قيمتها على تريليون دولار ارتفاعا لسهمها بنسبة 2% ليصل ارتفاع سهمها في الشهر الحالي إلى 24%، إذ ينتظر المستثمرون تقرير أرباح انفيديا بعد ظهر اليوم الذي من المتوقع أن يكشف عن زيادة سنوية للأرباح بنسبة 1000%.